الرئيس السيسي يبعث ببرقية تهنئة إلى ملك المغرب بمناسبة نجاح العمليات الجراحية التي أجرها مؤخرا. رئيس الوزراء يؤكد على ضرورة الإسراع في زيادة عدد مكاتب البريد ومراكز الخدمة التكنولوجية لتقليل التزاحم. الحكومة تنفي ما تردد عن تطبيق زيادة في أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام بداية من يوليو المقبل. بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى الملك محمد السادس ملك المغرب بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها مؤخرا. وقال الرئيس السيسي: إنه لمن دواعي سعادتي أن أعبر لكم عن صادق التهنئة بمناسبة تعافيكم بنجاح العملية الجراحية، داعيا المولى عز وجل أن يمتعكم بموفود الصحة والعافية ويسدد خطاكم نحو الاستمرار في قيادتكم الحكيمة للمملكة المغربية الشقيقة لتحقيق مزيد من الازدهار والتقدم والرخاء. عقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمتابعة مشروع ميكنة وتطوير مكاتب التوثيق، حضره عدد من الوزراء. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على ضرورة المضي قدما في تسريع وتيرة زيادة عدد مكاتب البريد ومراكز الخدمة التكنولوجية التي تقدم خدمات الشهر العقاري من أجل تقليل التزاحم والتكدس في مكاتب الشهر العقاري، مع العمل على زيادة الخدمات التي يمكن تقديمها إلكترونيا من أجل تقليل زمن تواجد المواطنين داخل المكاتب. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن تطبيق زيادة في أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام بداية من شهر يوليو المقبل. ومن جانبها نفت وزارة التنمية المحلية تلك الأنباء، موضحة أن أسعار التذاكر الحالية كما هي تماما دون إقرار أي زيادات عليها، مع استمرار كافة الاشتراكات دون أي تغيير، وذلك بهدف التيسير على المواطنين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن التخلص من النفايات الطبية الخاصة بمستشفيات العزل بطريقة غير آمنة. وقام المركز الإعلامي بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان والتي نفت تلك الأنباء، موضحة أنه يتم اتباع كافة الإجراءات لمكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية والبروتوكول المتبع لوزارة الصحة، سواء لحالات كورونا أو غيرها، مع إجراء عمليات التفتيش والمتابعة الدقيقة لضمان الالتزام بهذه الإجراءات. تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وبالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. بهدف التصدي لمافيا السلع الفاسدة وجرائم غش السلع وحجبها عن التداول بالأسواق، تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها، وتنجح في ضبط ما يقارب 3 أطنان من الأرز والمكرونة والملح مجهولة المصدر بحوزة مالك مخزن بدون ترخيص للسلع الغذائية بالقليوبية، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق. كما تمكنت من ضبط 3 أطنان من الدقيق والسكر و480 عبوة زيت طعام مجهولة المصدر لدى مسؤول مصنع بدون ترخيص للحلويات بالقاهرة. وبالشرقية استطاعت الإدارة ضبط مالك مصنع بدون ترخيص لتعبئة المواد الغذائية لحجبه عن التداول ما يقارب 6 أطنان من السلع الغذائية بقصد رفع أسعارها. وبمخزن دون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالجيزة، تمكنت الإدارة من ضبط ما يقارب 3.5 أطنان دقيق وسكر وأرز مجهولة المصدر، وضبط أكثر من 24 طن سكر لدى المسؤول عن مصنع بدون ترخيص لتعبئة السلع الغذائية بالبحيرة، وهي مخصصة للبطاقات التموينية،
ويقوم بإعادة بيعها على أنها سكر حر بعد تعبئتها. كما أسفرت جهود الإدارة وعلى صعيد حملاتها لضبط قضايا التلاعب في أسعار السجائر وبيعها بأزيد من أسعارها الرسمية وحجبها عن التداول بالأسواق. أسفرت عن ضبط 312 قضية بإجمالي مضبوطات تقارب 133 ألف عبوة سجائر متنوعة. وفي مجال جهود الإدارة لضبط السلع منتهية الصلاحية، تمكنت من ضبط 3 أطنان من مقطعات الدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي لدى المسؤول عن مجزر بدون ترخيص لذبح الدواجن بالقاهرة. وبنطاق محافظة القليوبية، نجحت الإدارة في ضبط نحو 6 أطنان من الأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة ملك سلاجة للسلع الغذائية، وضبط 16 طن أسماك مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لدى ملك سلاجة لحفظ السلع الغذائية كان ينوي طرحها للبيع ما يضر بصحة المواطنين. وفي مجال ضبط جرائم غش المستلزمات الطبية وحجبها عن التداول بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، استطاعت الإدارة وبنطاق محافظة الإسكندرية ضبط 3 قضايا حيازة مستلزمات طبية بقصد حجبها عن الأسواق لرفع أسعارها استغلالا لإقبال المواطنين عليها بمضبوطات بلغت أكثر من 21 ألف كمامة طبية وقفاز طبي وعبوة مطهر، وضبط مسؤولين عن محلين لتجارة المستلزمات الطبية لحجبهم عن التداول 19500 كمامة طبية لرفع أسعارها بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.